السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. التسوق عن طريق الأونلاين، التسويق أونلاين بصراحة وفر علينا كتير، طريقة الشراء جهد وعناء كبير جدا تروح تتسوق وغيرها من الحاجات، يعني هو بصراحة هو مخصص للناس اللي عندهم كسب، وفي رمضان أكتر المواقع بتعمل عروض كبيرة، خصم 50%، خصم 70%، مش عارف عروض كبيرة جدا، وعشان شهر رمضان الفضيل وفرنا مش عارف كذا وخصمنا كذا، فأنت بتنغر في العروض دي، وبعض المواقع أيضا بيكون لهم احتفالات سنوية بمرور سنة بمرور سنتين بمرور 5 سنين أو الجمعة البيضاء الجمعة السوداء وغيرها من المسميات اللي بيوفروا فيها عروض كبيرة جدا زي سو دوت كوم نون علي اكسبريس باناجود جولي شيك شوب اند شوب امازون اي باي وغيرها كتير من المواقع، المواقع دلوقتي بقت كتيرة جدا. المواقع دي الأصل فيها إنها بتلم التجار ويعرضوا فيها المنتجات بتاعتهم، والعروض بتنزل على المنتجات دي، فإحنا طبعا بنغر بالعروض المكتوبة والخصومات المعمولة فنخش نشتري بدون وعي والآخر نتصدم بالمنتجات اللي جات لنا تعبانة جدا جدا. فأنا حبيت أعمل لك دليل تسويقي بسيط من واحد بقاله 3 سنين شغال مع المواقع دي، مرة يدفع عن طريق الفيزا، مرة عن طريق الدفع عند التسليم، مرة يتعلم عليه من المواقع وغيرها بقى من المواقف الكتير. ان شاء الله يفيدك الدليل ده لما تحب تتسوق اونلاين. بص، انت التسويق اونلاين وبالاخص من المواقع الصينيه لابد ان تتبع الاهل. رقم 1، اختار التاجر اللي واخد عدد نجوم يعني تقييمه ممتاز. رقم 2، اختار التاجر اللي موفر طريقه الدفع عند التسليم، بيكون عندهم شويه مصداقيه شويه في ارسال الشحن. رقم 3، اختار عروض الماركات، بلاش المنتجات المجهوله لانك بتتفاجئ لما المنتج يوصل لك انه تعبان جدا جدا. تعرف الماركات منين؟ ممكن تشوف المنتج اللي انت عايزه وتبحث عن ماركات في جوجل، يظهر لك اسماء مختلفه سواء بالانجلش او بالعربي، تاخد المنتج تحطه في السوق شوف الاسعار بتاعتك. 4، اختار المنتج اللي التاجر موفر فيه المواصفات، الطول، الوزن، الحجم، العرض، جودة الصناعة، خامة الصناعة وغيرها من المواصفات الكتيرة اللي المفروض تكون متوفرة في كل منتج، لأن ولاد الإيه بيكون واخدين صورة من المنتج بزاوية معينة يخليك هتفوز تاخده من الشاشة، فأنت تخش تشتريه وفي الآخر تتفاجئ بحاجات عجيبة جدا، زي أنا مثلا كده كنت مفكر إن الموديل بتاع الجمجمة ده هيوصل لي بالحجم ده، واتفاجئت في الآخر إنه وصل بالحجم ده، لو إيه بيضحك كمان. 5، حاول تشتري من تاجر واحد موفر المنتجات اللي انت عايزها، لان بيعمل لك خصم، بعض التجار بيعملوا خصم لو اشتريت منه اكتر من منتج وبيوفر لك قيمه الشحن، زي علي اكسبريس مثلا، ان انت بتشتري الشحنه ما بتتبعتش كلها مره واحده بقيمه شحن واحد، لا بيبعتها لك متفرقه لو انت شاريها من تجار متفرقين، وكل شحنه بتتبعت بقيمه شحن مختلف. 6، بلاش الحاجات اللي هتتكسر زي الزجاج، الفخار، الكترونيات كبيره، تلفزيون، شاشه وغيرها من الحاجات، الا لو موقع ثقه جدا وبيضمن الحاجه اللي هتتبعت. ليه؟ لان اغلب شركات الشحن بتبعت لك الحاجه متكسره تتفاجئ بيها، وعبال ما ترجعها وترجع لك شركه الشحن وفي الاخر يودوها للسوق والتاجر يشوفها، هل من شركه الشحن، هل منك، هل منه، حلني، وعبال ما الفلوس ترجع لك، وفي الاخر الفلوس بترجع لك نقاط تسويقيه ان انت تتسوق بيها تاني مش فلوس. 7، انصح بالدفع عند التسليم، يعني بلاش تجازف وتدفع عن طريق الفيزا الا عن طريق المواقع الموثوقه زي امازون ممكن تدفع بفيزا، سو دوت كوم ممكن تدفع بفيزا ايضا، ولكن الدفع عند التسليم بيوفر عليك حاجات كتيره بالاخص من مواقع صينية زي ما قلت. اولا بتضمن المنتج يوصل لك، ثانيا بتضمن فلوسك في جيبك، لان اغلب المواقع بيكون عليها تجار وهميين عارضين حاجات وهمية، تشتري الحاجة تدفع عن طريق الفيزا ما توصلش. علي اكسبريس مثلا علم عليها مرتين، اشتريت منه حاجتين ما وصلوش، وتكلم التاجر حلنا عبال ما يرد، تكلم الموقع فين بقى هيرد على مين ولا مين، فحاول تختار خاصية الدفع عند التسليم في شراء المنتجات. 8، بلاش موقع او موقع لسه مدشن جديد بيعرض منتجات باسعار خيالية، فانت تتصدم تخش تشتري تتفاجئ ببضاعة خايسة، بضاعة تعبانة جدا، تحس انك تشتري من واحد فارش على الارض، تشتري تليفون عليه عرض 99 ريال 100 ريال في الاخر يطلع زي بتاع الاطفال، اهلا مرحبا كيف الحال، ممكن بتاع الاطفال احسن منه، على الاقل بيه الاطفال ده مش هيلهيهم لانه ما فيش حاجة. اديك ريفيو كده بسيط على بعض المواقع، امازون موقع كويس فيه ماركات محترمة، موفر خاصية الدفع عن طريق الفيزا بس، حاجة بتوصل لك ولكن للاسف لازم يكون عندك بريد امريكي عشان خاطر حاجة بتروح له وبعدها بيسلمها لشركه شحن يوصلها لك لحد عندك. ممكن تعمل بريد امريكي، في فيديوهات كتيره متوفره في الامر ده على اليوتيوب، ممكن تكتب كيفيه الشراء عن طريق امازون هتلاقي فيديوهات كتيره جدا ازاي تعمل بريد وازاي تشتري عن طريق امازون. سو دوت كوم بقى متاح في
بلاد عربية كتيرة جدا ممكن تشتري من خلاله برضه، وبيوفر حاجات كويسة وحاجات تعبانة. موقع بناجود وعلي اكسبريس، حاول تختار خاصية الدفع عند التسليم وتتبع الحاجات اللي انا قلتها عشان المنتج يوصل لك بسلام. موقع بقى غيرها، المواقع الكتير حاول تلتزم باللي انا قلته عشان خاطر الحاجة توصل لك وتكون ضامن فلوسك. اتمنى الحاجات اللي انا قلتها تفيدكم. اسأل الله يتقبل منا ومنكم رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.